الله. شيخ محمد. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. في سؤال يا شيخ. نعم. يا شيخ. نعم. الدعاء بعد صلاة الفريضة بدعة، هل هذا صحيح؟ أريد أن أسألك. نعم. أتحب أن تسترشد بما أرشدك الله إليه ورسوله؟ نعم. نعم ولا لا؟ نعم. تحب ذلك؟ نعم. اسمع كلام الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إيه؟ فبماذا أمر الله؟ أمر بالدعاء أم بالذكر؟ إيه؟ أجب. بالدعاء بالذكر. أمر بالذكر. إذن لا تعدل عما أمر الله به إلى شيء لم يأمرك الله به. طيب إيش؟ نعم. هذه واحدة. ثانيا، أتظن أن أحدا أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد الله؟ لا. من المخلوقين؟ لا والله. أتظن أن أحدا من المخلوقين أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد الله؟ لا والله. لا والله. أحسنت. علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته التشهد، ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فأمره أن يدعو قبل أن يسلم. وعلى هذا فإذا أردت أن تدعو الله تعالى بعد الفريضة أو النافلة فادعو قبل السلام، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن الإنسان قبل أن يسلم يناجي الله، فإن المصلي يناجي ربه. وهل الأولى أن تدعو الله وأنت في حال تناجيه فيها، أو إذا انصرفت؟ أجب. وأنا أولى أن أناجي الله قبل الصلاة. أحسنت. إذن إذا شئت أن تدعو الله فادعو قبل السلام ولو أطلت الدعاء. لو فرض أنك بقيت ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر ولم تسلم فلا بأس،